يا صباح الفل عليكم، منورين الدنيا كلها. الناس اللي فاتحه الراديو على 105.3 بتسمع نغم اف ام، معاكم وام واجدي وبرنامج ايد في ايد، البرنامج اللي بيتكلم عن ابطال الخير والعظماء الحقيقيين. البرنامج ده بيسلط الضوء على الناس اللي بتشتغل على ارض الواقع وبينزلوا بجد يحققوا فعلا انجازات كبيره جدا جدا، يعني هم النجوم الحقيقيين في مجتمعنا وهم ابطالنا دايما اللي بيشرفونا وينورونا في كل حلقاتنا في ايد في ايد. علشان كده احنا النهارده حلقتنا هتسلط فيها الضوء على مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني اللي بتساهم بشكل كبير في تحقيق النتيجة دي، وهي نتيجة الخير والمساعدة والسعادة للغير. مؤسسة سقيا الماء للتنمية، المؤسسة اللي في خلال فترة قصيرة جدا من تأسيسها على أرض الواقع كان ليها دور كبير في تحقيق عدد كبير من الإنجازات. أولا مبادرة أهالينا اللي أخذت أهالي القرى والنجوع الأكثر احتياجا لمكان تاني خالص، كانت سبب في إصلاح وتعمير منازل وصل عددهم لستين بيت، وكمان ساعدت في تجهيز عرايس والإعانة على تحسين مستوى المعيشة، وكل ده كمان والأهم يعني توفير مية لكل أهلينا اللي ما عندهمش مصدر مية للشرب والاستعمال العادي. كمان مشروع قرية سقيا الماء، وده واحد من المشروعات اللي بتعتبر يعني بتعبر عن مدى التنمية والنهوض بالمجتمع اللي قدمته المؤسسة دي. سقيا الماء هي قرية يعني متكاملة على مساحة 400 فدان في محافظة الوادي الجديد، أكيد فيها تفاصيل كتير جدا جدا، وكمان مشروع الزرع النخل، يعني حاجات كتير هنعرفها النهاردة من ضيفي العزيز جدا الأستاذ عزة الطاهر المدير الإداري لمؤسسة سقيا الماء للتنمية. صباح الفل. صباح الفل. هتاخدنا لفين النهاردة؟ يعني هو أنا بس عايز أنوه إن إحنا ليه كل مرة بنقعد نقول نفس الكلام، علشان يحسوا بس الناس أو بنوري الناس برضو المشاريع الأساسية بتاعة سقيا الماء، وبعد كده بنبدأ نقول بقى إيه الجديد اللي المؤسسة الفترة دي عملته. فخلينا نرجع تاني بس لموضوع الأبار، لأن هو ده المشروع السائد أو المشروع اللي إحنا تخصصنا فيه أكتر، وكل فترة بنحاول إن إحنا نعمل حاجة جديدة، بنحاول إن إحنا نطور فيه، بنحاول إن إحنا نخلي الأهالينا اللي هناك في مطروح يكون في حياة كريمة ليهم بالنسبة للبير نفسه. يعني إحنا هتاخدنا المطروح النهاردة. بالضبط، هي مطروح يعني دايما هي اقرب حاجه ليا انا، لان انا مسؤول الابار في المؤسسه وانا اللي بتابع الابار، فبحب جدا اتكلم عنها، لان فعلا الاحساس مختلف جدا، واحنا بنشوف نظره الناس اول ما بنروح نقول لهم احنا هنعمل لكم بير، الفرحه اللي في عينيهم والشغف اللي عندهم ان هم يحفروا بايديهم معانا علشان البير بسرعه يخلص، لو كنا في الصيف علشان لما الشتاء يجي والخير ينزل او اللي هي المطر يعني يملى البير بتاعه فيلاقي مصدر المية اللي هو محروم منه بقاله سنين كتير جدا، والمشقة اللي هو بيعيشها علشان يروح يجيب المية من 4 كيلو رايح و 4 كيلو راجع علشان بس يوميا مية اليوم، فدي برضو بتكون معاناة كبيرة جدا، فهو ما بيصدق يلاقي حد حن عليه وبيساعده وبيفرحه بالبير ده. طيب البير بياخد قد ايه وقت تقريبا عشان يتحفر؟ لو اتكلمنا اول ما بدأنا كنا بنقول 3 شهور. الفترة دي احنا بنحاول نطور ان احنا بنجيب شركات مقاولات تكون شركات كبيرة بحيث تنجز معانا، فاحنا بنقول الميكسمم بتاع البير ممكن 45 يوم شهرين، ده بالكتير جدا، ونكون ان شاء الله كده اتأخرنا كمان لو قعد الشهرين يعني. الناس كانت بتسألني سؤالين أنا حابب أجاوب عليهم. أول حاجة ليه المدة الطويلة دي؟ أولا لأن أنا بقعد فترة كبيرة بدور على المكان، بدور على الأسر اللي تستحق إن أنا أعمل لها البير، بدور على الشؤون إن أنا أقول لهم يا جماعة ادوني بقى بحث حالة للأسرة دي أنا اخترتها، هل هي فعلا تستحق إن أنا أعمل لها البير ولا لأ؟ بروح المحافظة أقول لهم يا محافظة أنا النهاردة هحفر بير في المكان الفلاني، هل الأرض دي بعد ما أحفر البير مش هتيجي تقولوا لي الأرض دي مخالفة فهن نردم البير او هناخد الارض دي، فيكون الصدقه للمتبرع الدهاني امانه في رقبتي، هي خلاص ما بقتش في مكانها. فكل الكواليس دي بتاخد وقت، فعشان اختار بالفعل المكان المناسب لكل بير والاسره المناسبه ان هي تاخد الصدقه دي بتاخد وقت. بعد كده بنخش بقى في مراحل الحفر، بنقابل مشاكل هناك في مطروح ان الارض نفسها في بعض الاماكن ارض صخريه صلبه جامده، فبتاخد وقت اصلا في الحفر طبعا. وبتقابلنا وفي ابار بتلاقيها مالحه بعد ما تحفر مثلا. لا ما هو هي الفكره هنا ان هو الناس مختلط عليها فكره الابار عندنا في سقيا الماء. في فرق ما بين الابار الجوفيه والابار تخزين الامطار. الابار الجوفيه هي اللي احنا بنحفر على اعماق كبيره لجوه الارض فبتطلع لنا ميه، الميه دي بتكون مياه صالحه للشرب، مياه جوفيه او مياه جوفيه صالحه للشرب يعني.
اما الابار اللي بتتعمل عندنا في سقي الماء هي ابار تخزين امطار. يعني احنا بنحفر تحت الارض عباره عن غرفه. الغرفة دي بيكون بتستقبل في الشتاء المطر اللي بينزل من السماء وتبدأ تخزنه الناس تشرب منه. بعد كده هيجي سؤال مهم جدا، هل المية دي أصلا صالحة للشرب؟ وهل الناس ما بيجيلهاش أي أمراض من مية المطر دي، وإن هي ممكن تنزل في الأرض فتاخد معاها بعض الرمل والرواسب وهي نازلة للبير نفسه؟ إحنا سألنا متخصصين في الموضوع ده وسألنا أهالينا نفسهم اللي في مطروح، قالوا لنا لا طبعا هي من أنقى المية اللي ممكن تتشرب أصلا مية المطر، لان هي ميه طبيعيه جدا. دي نقطه. نقطه تانية، وهي نازله وبتاخد معاها رمل فبتاخد معاها بعض المعادن وحاجات مفيده جدا اصلا وهي بتنزل في الارض. طيب ازاي بيشرب الميه وهي فيها مطر فيها رمل اسف ونازل جوه البير؟ اولا هو البير بعد ما بينزل المطر وياخد معاه الرواسب دي بيقعد اسبوعين بالظبط، بيكون كل الرواسب دي عوامل ربانيه بتنزل في القاع بتاع البير نفسه. والميه لو اي حد حابب يتاكد برضو يخش على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك ويشوف شكل الميه وهي نازله من البير، شكلها فعلا على يعني ده كلام اتقال من الناس هناك، هي يعني اشبه بالمعدنيه. ميه شفافه جدا، ميه فعلا صالحه للشرب، احنا شربنا منها، ميه ما فيهاش اي امراض خالص. بيتم استخراجها ازاي بقى؟ يعني بترومبه مثلا ولا بيبقى في ايه بالظبط عشان الناس تطلع الميه دي من بير؟ طيب احنا برضو يعني طول الحلقه هبدا احكي في الاول كانت الطريقه ازاي ووصلنا النهارده ازاي، لان ده تعب ولازم برضو ندي لكل حد حقه في اللي تعب في الموضوع ده. يعني طبعا هو في الاول كنا بنطلع عن طريق الدلو. الدلو ده هو عباره عن جيركن كده مربوط بحبل بينزل، هو عمق البير بيبقى اقل عمق 2 متر، اكتر عمق ممكن 4 وفي حاجات اكتر، بس احنا بنتكلم على المؤسسه عندنا، احنا اكتر عمق عملناه 4 متر. فان انا انزل دلو واملى بيه من تحت واطلعه ال 4 متر دول، ولو راجل كبير مشقه كبيره جدا مش هيقدر يطلع الدلو مره واثنين وثلاثة عشان يملى ال- 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 الحاجه اللي هتكفيه اليوم ده. او لو طفل بيملى لوالدته اللي هي الارمله اللي هي قاعده لوحديها هي وابنها الصغير، فيروح يملى الميه عشان هي ست كبيره مش قادره، فهيكون مشقه برضه. فجينا المؤسسه فكرت طب ازاي نقلل المشقه للناس هناك ونعمل لهم شكل مبهج يفرحوا وهو شايفه. فكانت هنا الفكره، فكره ان احنا نعمل البير الحنفيات اللي هو بيكون البير الاساسي التقليدي موجود جنبه، بنعمل مبنى. المبنى ده بيكون عباره عن مبنى مبني جواه في حنفيات وفي مطور رفع بيرفع الميه من جوه البير الاساسي لتانك فوق المبنى الثاني، وبيبدا يكون جاهز الناس تفتح بس الحنفيه ينزل لها الميه. فهنا كانت الفرحة طبعا، دي كانت للناس. معجزة ان هم يفتحوا الحنفية تنزل مية، احساس بقى ان هو يعني فعلا زي ما تقولي كده احساس الانبهار بالنسبة لي، ان انا يا بعد كل السنين دي واجدادي وابويا وكل الناس دي كلها بيتعبوا عشان يطلعوا المية، انتوا بكل سهولة خليتنا افتح الحنفية ونزل المية زي اي بني ادم في الدنيا بيفتح الحنفية بتاعته وبينزل مية. فكان احساس مفرح بالنسبة له ومحزن بالنسبة لنا ان احنا اتأخرنا عليه. يعني احساس ان احنا اتأخرنا ان احنا نفرحه باقل حاجة موجودة عند كل الناس، فدي كانت برضو بتخلينا ان احنا نقول لسه هنكمل ولسه هندخل الفرحة دي في كل اهالينا. علشان كده وصلنا السنة اللي فاتت في 2020 احنا نقفل 630 بير، السنة دي بدأنا ب 150 بير وبنطور دايما في الاسعار حتى وفي الاشكال. خليني بس هقول الاسعار سريعا. الاسعار الجديدة بقى اللي احنا بنشتغل بيها الفترة دي، عندنا البير ال 40 متر ب 15000 جنيه وكان الاول 30 متر، البير ال 50 متر ب 20000 جنيه. هو انت بتقول لي ان اقصى حاجة كان 4 متر البير العمق، مش المساحة، هو بيديني متر مكعب يعني الطول في العرض في الارتفاع بيديني 30 متر. أوكي. فهو الطول بتاعه 4 فبنحسبها بقى العرض والارتفاع عامل كام وهكذا، فبيديني المساحة الكلية بتاعت البير نفسه. فيبقى احنا قلنا البير ال 40 متر ب 15000 جنيه، البير ال 40 ال 50 متر بالحنفيات ب 20000 جنيه، البير ال 60 متر بالحنفيات 25000 جنيه، البير ال 100 متر بالحنفيات ووصلات الميه للبيوت ب 35000 جنيه. ودي مختلفه جدا على كل الاسعار اللي هي كانت موجوده السنه اللي فاتت، وده يا استاذه وئام برضو بيديني ان انا لازم اقول للناس ان احنا حريصين جدا لما بقى بيغيب اسعار قليله من المقاولين او من الشركات ان انا لازم انزل الاسعار واحاول اواكب الاسعار مع المتبرع نفسه. يعني انا مش يهمني ان انا الم فلوس، يعني انا لو كنت فضلت بالاسعار القديمه ما كانش حد هيعرف ان انا جبت اسعار اقل من اللي انا كنت شغال بيها. بس بمجرد ما الاسعار قلت احنا على طول نزلنا الاسعار دي علشان نكون
حريصين ان اي مبلغ المتبرع بيحطه احنا بنحطه في مكانه علشان يكون هو مطمن ومرتاح ان احنا فعلا زي ما خدنا منه زي ما اديناه كل صدقه كامله بكل اللي هو كان يتمناه يعني. طبعا انا عارفه ان في تركيز على المحافظات والقرى الحدوديه وتحديدا في منطقه مرسى مطروح والحتت المناطق دي. دلوقتي انتوا بتستهدفوا كام اسره في مطروح نفسها؟ في مطروح نفسها يعني هو الحصر كتير جدا لان مطروح اصلا من اكبر بلد كبير في مصر يعني يعتبر لان هي داخل معها سيوة وداخل معها براني والسلوم والحتة دي كلها فهي متشعبة كبيرة جدا. احنا السنة اللي فاتت اعتقد وصلنا ان احنا نخدم لو كنا بنتكلم 650 اسرة في 630 اسرة في الابار وغير الوصلات. السنة دي احنا بنأمل ان احنا نوصل لاكتر من يعني 2000-3000 بني ادم او من اهالينا جوه او اسر من اهالينا هناك لان احنا السنة دي داخلين بقى سيوة بوصلات المية. وده اللي الناس كانوا دايما بيسألونا ليه ما نعملش في جنب مطروح وصلات مية وليه كلها ابار. هي طبيعة التربة او طبيعة المكان بيلزمني ان انا اعمل ده. فمطروح نفسها بيخليني ان انا لازم اعمل البير لانه صعب ان انا اجيب وصلة مية من المكان اللي هو اقرب وصلة مية في المدينة نفسها. فانا عشان اوصل المكان ان انا بقى بعمل فيه الابار يبقى انا همشي ومش ببالغ والله اكتر من 140 كيلو. يا نهار ابيض. فدي تكاليف كبيره جدا جدا. مواسير بقى. ان انا اعمل ان انا اعمل الخط الرئيسي وبعد كده اخد منه الفروع. فدي تكلفه جدا عاليه جدا يعني. فدورنا فلقينا ان هو بقى في سيوة بقى في مركز سيوة في محافظه مطروح هي اللي ينفع ان انا اعمل فيها وصلات الميه لان هي فيها ميه الشرب كويسه وشركه الميه موصله كره كتير جدا هناك. فاحنا قلنا احنا هنكمل عليهم زي ما دايما بنعمل نعمل بروتوكول مع شركه الميه هناك ونشوف الكره اللي موجوده في الخطه عندهم بس لسه ما جالهاش الوقت بتاعها ان احنا ناخدها ونقدر نشتغل عليها. وبالفعل عملنا كده. احنا مجهزين 150 ملف للأسر هناك. ويعني ايه ملف للأسر هناك؟ يعني رحنا اتاكدنا من مجلس المدينه ان الاسره دي موجوده في الحيز العمراني للمكان اللي هي مش مخالف البيت بتاعها. رحنا اتاكدنا من المحافظه ان الناس دي ما عندهمش اي مخالفات. رحنا شركه الميه وقلنا لهم احنا عايزين العداد وعايزين الوصلات عشان نوصل. في مؤسسات كتير جدا بتروح تعمل وصلات المياه من غير ما تركب العداد ودي بتكون مشكله للاسره نفسها لان بيتعمل عليهم مخالفات. فاحنا بنحاول ان احنا نعمل الشكل الادمي للاسره واللي يخليها ما تحتاجش ان هي ولا تجيب فلوس ولا تدفع فلوس للشركه او لاي حد تاني يعني. طيب احنا خلينا طبعا كلامنا لسه كتير جدا وكلامنا ما خلصش ولسه هنتكلم عن مؤسسه سقيا الماء وانجازاتها الكتير. خليكم معانا على نغم اف ام وبتسمعوا دلوقتي ايد في ايد ولسه معاكم وام وجدي. نطلع الفاصل ده ونرجع لكم تاني. خليكم معانا. بطل حلقتنا النهاردة هي مؤسسة سقيا الماء وهم الأبطال الحقيقيين واللي فعلا بينزلوا على أرض الواقع يساعدوا أهالينا في كل مكان وخصوصا طبعا المحافظات الحدودية اللي محتاجة فعلا للمساعدة دي واللي هي مش عايزة أقول مساعدة لأن ده أبسط حقوقهم إن هم يشربوا مية أو يحصلوا على مية نقية. يعني طبعا أستاذ عزة الطاهر المدير الإداري لمؤسسة سقيا الماء للتنمية منورنا دلوقتي. هو فعلا يعني من أكتر حاجات اللي أثرت فيا أستاذ عزة وأنت بتتكلم إن الناس كانوا حاسين بإيه لما فتحوا الحنفية ونزلت المية وقد إيه أنتوا زعلتوا إن أنتوا تأخرتوا عليهم. يعني أنا كمان جالي نفس الشعور ده اللي هو ياه هو بجد الموضوع قد كده صعب وقد إيه إن هم لما يوصل لهم يعني حق البسيط ده بيفرحوا الفرحة دي كلها. هو دايما يعني هو المجال الخير اللي الواحد اشتغل فيه بيخليه يشوف حاجات ما كانش يتوقع إن هي موجودة. يعني ممكن لما نروح أسوان بنشوف بعض الأسر الواحد بيقعد يحمد ربنا على اللي هو فيه مهما كان. يعني هو في الاخر انا نايم موجود في مكان مقفول عليا حيطان حتى لو الدنيا برد فانا هعرف هتدفى جوه البيت. لما اروح هناك مكان ناس قاعدين في بيت مفهوش سقف في المطر وفي الاجواء اللي احنا عايشين فيها دي الناس دي بيعيشوا ازاي. كانت من اصعب المواقف اللي اتحكت لي لما رحنا نعمل هناك بعض الاسقف يعني في اسوان. بنسالهم طب لما الدنيا بتمطر انتوا بتعملوا ايه من غير سقف وكده يعني. فلان احنا بنجري بنستخبى في المسجد لحد ما المطر يبطل وبعد كده نرجع نلاقي بيتنا كله غرقان. نلاقي الاجهزه اللي هي البسيطه جدا اللي هو ابسط اجهزه في الدنيا ممكن تكون عندهم متغرقه وباظت. السرير هو معمول بجريد النخل والمرتبه عباره عن كام حصيره كده مفروشه على الارض وعلى السرير. فناس فعلا
الواحد ما بيصدقش الكلام ده غير لما بيشوف بعينه. ففعلا فاحنا دايما حتى لما بنيجي نروح للاسره دي بنكلم المتبرعين نقول لهم تعالوا معانا شوفوا بعينيكوا، عشان ما تقولوش ان احنا بنافور في الموضوع ده. وهل ده فعلا في مصر عندنا في حاجات زي كده؟ لا، هو في اكتر من كده بالظبط. يعني والله الحقيقة. احنا بنحاول نسعى ان احنا نوصل لده، وبنحاول دايما نرضى يعني باللي كتبه لينا ربنا يعني. وعايز بس احكي قصه كده كنت لسه بسمعها من كام يوم ليها علاقه بالرضا. يعني هما كانوا عباره عن 8 اشخاص كانوا من هم صغيرين مع بعض جدا في الدراسه وفي كل حاجه، حتى حلمهم كان شبه بعض، يعني نفسهم يطلعوا كلهم دكاتره. دخلوا اولى ثانوي وكانوا من الممتازين، كلهم جايبين امتياز. تانية ثانوي نفس الموضوع. جم في ثالثه ثانوي 7 منهم نجحوا وجابوا الدرجات النهائيه اللي هي تدخلهم طب، واحد ما نجحش. حس ان الدنيا كلها سودت في عينه، وكان متضايق جدا، وبعد عن صحابه دول بعد سنين كتير جدا بعد عنهم، اللي هو حس ان هو اقل واحد فيهم، ما بقاش يعرفهم، وبدا ياخد حياته الناحيه التانية. دخل كليه تجاره وبدا يحب الموضوع وبدا يشتغل بقى خلاص، يعني يرضى بالامر الواقع. نجح جدا في موضوع التجاره دي، وطلع من اتخرج من الكليه وبقى عنده شركه مقاولات كويسه، وبدا يكبر ويكبر ويكبر. فبدا يتجه شويه للمستلزمات الطبيه، ان هو يشتغل في المجال ده ويورد للمستشفيات. نجح اكتر في المجال وبدا يبقى معاه فلوس كتير جدا، يبقى معاه فلوس اكتر واكتر واكتر، وراح بدا يعمل مستشفى، بنى مستشفى كامله هو صاحبها. بدأ يعمل إعلان علشان عايز دكاترة في المستشفى بتاعته وممرضين. جوله 7 أصحابه اللي كانوا معاه زمان وبيحلموا الحلم ده جوم اشتغلوا عنده في المستشفى. فوقف بيتكلم معهم قال لهم سبحان الله، أنا كنت نفسي أكون دكتور عشان أخدم 1 أو 2 أو 100، النهاردة ربنا إداني مستشفى كاملة بتخدم آلاف من الناس. فهو فكرة الرضا وان انا ارضى باللي كتبه ربنا ليا، هو دايما بيكون في الطريق الصح، وان انا ماشي في الطريق الصح. ما تيأس او ما تقولش ان انا ما نجحتش في النقطة دي فانا كده خلاص حياتي اتدمرت. لا خالص، ربنا بيكون مهيئ لينا طريق تاني. طبعا بيكون افضل بكتير جدا، وفي نفس حلمك بتلاقي يعني حلمك لما تقعد تفكر كده ان انا وصلت له النهاردة، هل هو كان لي علاقة بالحلم اللي انا كنت بحلمه زمان وانا صغير؟ هنلاقي ان هو اكبر واضعف، يعني اضعاف مضاعفه من اللي انا كنت بحلم بيه في حياتي يعني. فهي القصه دي فعلا اثرت فيا، لان الواحد فعلا كتير جدا بيقابل اشخاص في حياته بيقول انا 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 انا, أنا فاشل، انا مش هنجح، انا كنت نفسي اطلع دكتور وما بقتش دكتور. دور على اللي انت فيه دلوقتي، هتلاقي ان انت اصلا ممكن تخدم ناس في اتجاهك ده افضل من ان انت كنت تكون دكتور في مكان مقفول عليك او في عياده او او او. فدايما الرضا بيغير حياتنا وبيغير يعني تفكيرنا كتير جدا يعني. طبعا. طيب يعني كلمني عن محطات تحلية المياه. يعني احنا اتكلمنا على الابار وحفر الابار وقد ايه خدمت ناس كتير، لكن ليه بنحتاج لمحطات تحلية مياه؟ طيب هو لو هنتكلم برضو في مرسى مطروح او في مطروح، محطات التحلية ايه اهميتها هناك؟ اولا هناك المية نفسها في التربة بتطلع مية ملحة، هي غير غير صالحة للشرب. فأنا عشان أطلعها وديها للناس يشربوا منها، هم أنا كده بضرهم ما بفيدهمش. أوكي. فبضطر أعمل وحدات معالجة جنب الأبار اللي هي في محطات التحلية بتاعة شركات المية، علشان تنقي المية وتطلعها صالحة للشرب لأهالينا هناك. فعشان كده بنقدر نعمل هناك المحطات دي. فاحنا كدور مؤسسة سقي الماء سألنا شركة المية، يا جماعة احنا ازاي نقدر نخدمكم ونعدل او نساعد في موضوع محطات التحلية؟ فقالونا ان النسبة اللي بتروح لأهالينا هناك هي بتكون قليلة، ما بتكفيهمش لمدة اسبوعين، بياخد 4 طن. فاحنا عايزين نعمل بير تاني جنب البير الاولاني اللي جوه المحطة، فيخدم عدد اكبر او يدي نسبة اكبر لأهالينا هناك. فاحنا قدرنا الحمد لله نعمل ده في 2020. خلصنا محطة شماس اللي كانت بتخدم اسبوعيا حوالي 7000 شخص او 7000 اسره. في السنه دي قدرنا ان احنا بقى نساعد في محطه المثاني يعني. طيب تمام، خلينا نتكلم اكتر على الابار تحليه المياه واهميتها بس بعد ما نطلع الفاصل ده، وهنرجع لكم على طول. خليكم معانا على نغم اف ام، ولسه معاكم مقام وجدي وايد في ايد. نغم اف ام
ايد في ايد، ده البرنامج اللي بتسمعوه دلوقتي على نغم اف ام، ولسه معاكم وقام وجدي. وطبعا النهارده ابطالنا الحقيقيين هم يعني مؤسسين وصانعين الخير في مؤسسه سقيا الماء، ومنورني استاذ عزت طاهر المدير الاداري لمؤسسه سقيا الماء للتنميه، وكلمنا طبعا عن الابار ومحطات تحليه المياه. خلينا نتكلم بقى على يعني المشروع الاقرب لقلبي، وقف النخيل اللي هو امتداد لقريه سقيا الماء. كلمني عن المشروع ده، وصلنا فين، حققنا ايه، وصلنا لغايه دلوقتي بقينا ايه؟ طيب نفكر الناس الاول بس بالمشروع ده، هو عباره عن ايه. هو عباره ان انا النهارده بدفع 4000 جنيه وبشتري نخله. النخله دي بتتزرع في احدى قرى سقيا الماء، اللي هي اما في الوادي النطرون او الوادي الجديد او في سيوه. انا ايه اللي بيعود عليا كصدقات بقى او كحسنات؟ النخله دي بيكون ليها ريع سنوي. الريع ده بيكون من 250، انا كنت بقول 450 كيلو، بس في مهندسين قالوا لنا لا، يعني هو الاقرب اللي هو 350 كيلو. بنبدا نبيع النخل ده، ومن خلال بيع النخل، انا اسف، بيع الثمر او بيع المحصول اللي بيطلع منه، بيتوجه لمشروع جديد من مشاريع سقيا الماء، اللي هي المشاريع الخيرية أو الصداقات الجارية اللي موجودة جوه المؤسسة، إن كانت بقى وصلات مية، إن كانت أبار. فأنا النهاردة بعمل بقولها دايما إن هي بتاجر مع ربنا بجمعية بقبضها كل سنة، وكل سنة بدخلها في مشروع جديد أو بعمل مشروع لنفسي جديد. بيكون دايم الحسنات اللي بتجيلي، وعمر النخلة نفسها بتقعد أكتر من 80 سنة. حاجة مهمة جدا، المؤسسة لما جت تزرع النخل هي ما راحتش احنا كشباب قلنا يلا بينا نزرع، لا، احنا رحنا مركز البحوث الزراعية وقلنا لهم احنا عايزين ناخد النخل من عندكم، علشان اولا نتأكد ان النخلة يعني كنخلة هي فعلا هتشتغل، او هي مثمرة مش بايظة او فيها اي تلاعب او فيها اي مشكلة. لا، احنا رحنا للمنبع نفسه قلنا لهم احنا عايزين ناخد منكم النخل اللي هيتزرع في كرة سقيا الماء. جبنا من هناك مهندسين هم المسؤولين عن الزراعة وعن الإشراف على طول فترة الزرع، برضو علشان نطمن الناس ده أكتر، إن هم الناس دي متخصصين اللي هيزرعوا النخلة بتاعت حضرتك اللي هتروح هناك وهيتابعوها طبعا. بالظبط. نروح بقى لفكرة المتابعة وفكرة الاطمئنان وفكرة إن أنا أكون مرتاح ومطمن على الصدقة بتاعتي أو النخلة بتاعتي. اول حاجه احنا كنا بنتكلم ان احنا في كل نخله بنحط يافطه مكتوب عليها الاسم المتبرع بيختاره، علشان لو راح في اي وقت يبقى عارف النخله بتاعته فين ويصورها ونبعت له الصور بتاعته ويفرح معانا. جينا فكرنا طب ليه بقى ما نطمنش الناس اكتر ونعمل حفله كبيره كده على يومين، يوم 27/2 و28/2 الشهر ده او الاسبوع الجاي يعتبر هنا خلاص، ونجيب فيها كل المتبرعين اللي اتبرعوا معانا بالنخيل ونقول لهم تعالى ازرع النخله بتاعتك بايدك. الله، حلو ده. فيخليني النهارده ان انا بقى مش بقول كلام مرسل او بقول كلام اعلانات او كلام عشان اجمع صدقات اكبر او اجي ادخل فلوس اكتر للمؤسسه، لا، انا بقول لك النهارده تعالى بايدك استلم الصك بتاعك واستلم الوثيقه. يعني احنا اصلا هنسلم كمان وثيقه لكل متبرع فيها ايه او محتواها ايه. محتواها ان انت ليك نخله في مؤسسه سقيا الماء، والريع بتاعها انت بتحدده. مثلا احنا هنبقى عاملين مربعات الوصلات، النخيل، مش عارف كل المشاريع اللي عندنا في سقيا الماء، وفي خانه في الاخر كل ما سبق. فيبقى انت النهارده معاك وثيقه، معاك نسخه، انت بتاخد نسخه وانا المؤسسه معايا نسخه، اكننا عملنا عقد شراكه ما بيننا وما بين المتبرع، يخليك تضمن ان النخله بتاعتك فعلا موجوده، يخلينا احنا دايما عندنا حصر كامل بكل مشروع حضرتك حابب توجه لي النخله بتاعتك هو بيروح فين. فاحنا ان شاء الله منتظرين كل المتبرعين الكرام اللي اتبرعوا معانا الفتره اللي فاتت بالنخيل، تعالى افرح معانا وازرع الصدقه بتاعتك او النخله بتاعتك بايدك، وطمن وطمن الناس اللي حواليك، لان في ناس كتير جدا بيكونوا هم موكلين هم يتبرعوا لحد تاني. فبنقول تعالى برضو علشان تشوف وتطمنوا اكتر واكتر ان انت اخترت المؤسسه الصح. مش بنزايد والله او بنحاول نجمل في المؤسسة عندنا، بس احنا بنحاول نوصل لاكتر مدى من المصداقية والشفافية دايما مع المتبرعين، ان كانت في الابار او كانت في الوصلات. فاحنا بنكرر تاني يوم 27 ويوم 28/2 في حفلة كبيرة كده او اي ايفنت كبير، هنشرح فيه مراحل الزراعة وهنشرح فيه الريع بيروح ازاي، وهيبقى معانا مهندسين من وزارة الزراعة ومعانا ناس مسؤولين في وزارة الزراعة علشان يطمنوا الناس، وعلشان لو اي متبرع عنده سؤال في دورة حياة النخلة وفي الثمار بتاعها وفي اختيار النخل، ان احنا مختارين النخل البرحي، والناس ممكن تسأل ايه اللي هو ده من افضل انواع البلح،
الموجود. فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نطمن الناس دايما، ونحاول على قد ما نقدر نكون قد الامانة اللي اتحط في رقبتنا، علشان لما نسلمها ولو الواحد يعني خلصت حياته وخلصت رسالته في الدنيا يكون مطمن ومرتاح ان هو فعلا اداها على قد ما يقدر، وزي ما الناس وثقت فيه احنا بنرد لهم الثقه دي بامان اكتر يعني. طيب قبل ما نطلع الفاصل دلوقتي، لو النخله بتاعتي يعني حصل لها اي شيء وماتت، ممكن بعد كل اللي انتوا بتعملوه ده برضو تكون النخله بايظه او ماتت، يعني حصل كده هنعمل ايه؟ احنا المسؤولين لمده 80 سنه اللي موجوده في الوثيقه ان هو يجي يروح في اي يوم يلاقي النخله موجوده في حالتها الاساسيه وحالتها الطبيعيه جدا، مزروعه في المكان اللي محطوط فيه اليافطه. يعني انتوا لو حصلها اي حاجه بتبدلوها وبتجيبوا بالزبط نخله مكانها وتكون في نفس العمر. بالظبط كده. هو بمجرد ما يعني لا قدر الله يحصل الحاجه، وده وارد يعني، هو مفيش حاجه وارد طبعا. فاحنا متفقين ان هو لو النخله دي حصل لها اي حاجه هي بتتشال، بتحط نخله مكانها في نفس المكان وبجنب اليافطه اللي حضرتك بتحطها، علشان الصدقه بتاعتك تفضل ساريه وتفضل موجوده يعني. تمام. طيب خلينا نطلع الفاصل ده ونرجع تاني نكمل حلقتنا النهارده في ايد في ايد. خليكم معانا، لسه معاكم وام مجدي على نغم اف ام، نطلعوا شويه حته. خليني افكركم النهارده طبعا معانا استاذ عزت الطاهر المدير الاداري لمؤسسه سقيا الماء للتنميه. كمان عايزين نتكلم او نقول على ازاي الناس تقدر توصل للمؤسسه، ارقام التبرع اللي تقدروا ان انتوا تتواصلوا وتتبرعوا، هو طبعا الخط الساخن 15 66 4 15 66 4، او رقم الموبايل 011 28 36 28 4، تاني 011 28 36 28 4. كمان تقدر ان انت تتبرع من اي مكتب بريد باسم مؤسسة سقيا الماء. كمان تقدر ان انت تتبرع على فودافون كاش، يعني 010 30 8 4 7 2. تقدر ان انت طبعا تتواصل وتعرف وتشوف كل الاستفسارات اللي انت بتفكر فيها، وهيتم يعني التجاوب والإجابة على كل اسئلتك واستفساراتك. طيب يعني احنا في نهاية حلقتنا، تحب تقول ايه استاذ عزت للناس، سواء المتبرعين أو الناس اللي هم بيتلقوا المساعدة، أهالينا في كل مكان؟ طيب لو هتكلم على أهالينا هقول لهم إن إحنا دايما معاكم، وإن شاء الله وعلى قد ما نقدر وعلى قد ما ربنا بيدينا هنكون في ظهركم، وهنوصل لأبعد أماكن والأكتر أماكن محتاجة ممكن ناس كتير بيبقى صعب إن هو يوصلها، بس إحنا الحمد لله المتطوعين والمسؤولين بيمدونا دايما بالأماكن دي، فإحنا الحمد لله بنوصل لنجوع وقرى فعلا ممكن ما يكونش حد اشتغل فيها قبل كده غيرنا. للمتبرعين بقى هقول لهم يعني الحمد لله احنا كل حاجه بنعملها بنبعتها لحضراتكم، بيكونوا عايشين معانا خطوه بخطوه ان كانت في الابار او الوصلات، علشان يكون الشفافيه والمصداقيه دايما هي اللي معانا احنا. وهنقول بقى باسم البرنامج، احنا دايما ايدينا في ايد بعض علشان نقدر نعمل انجاز ونقدر نوصل لاهالينا اللي هم فعلا ما لهمش حد بعد ربنا غيرنا ايه. يا رب دايما يعني يستخدمنا ولا يستبدلنا، وان شاء الله ربنا يجازيكم كل خير على كل المجهود الكبير اللي انتوا بتعملوه، ابطال حقيقيين على ارض الواقع، ويقدرنا جميعا ان احنا نقدر نساعد اهالينا اللي فعلا مش بيوصل لهم ابسط حقوقهم في الحياه اللي هو يفتحوا الحنفيه تنزل ميه يعني. طيب يعني اكيد دايما احنا معاكم على نغم اف ام ومكملين دايما اليوم، وان شاء الله هنتقابل الاسبوع الجاي وهنعرف الانجازات اللي تمت في خلال الاسبوع ده من مؤسسه سقيا الماء، ودي اكتر حاجه انا بحبها الحقيقه، ان احنا كل اسبوع بيبقى فيه حاجه جديده وحدث جديد وتطور جديد، واكيد كل ده في يعني مصلحه اكيد اهالينا اللي محتاجين المساعده. بشكر حضرتك جدا استاذ عزت، نورتنا. ان شاء الله دايما نتقابل دايما على خير، ايد في ايد دايما بيكون معاكم كل يوم سبت وحد من الساعه 11 للساعه 12. كنت معاكم النهارده وام وجدي، نتقابل على خير. سلام.